طيب كالعادة أخبار كتير، نبتدي بأخبار نادينا، نادي الأهلي وبتحديد الفريق الأول لكرة القدم واللي عنده معسكر زي ما حضراتكم عارفين في الإمارات، معسكر غاية في الأهمية، مفيد جدا، لأن البعض بيقول لك المعسكر مش مفيد قوي وكان ممكن الفريق يتمرن هنا وخلاص. لا لا، المعسكر ده ليه جوانب مهمة جدا في الحقيقة، سواء في زيادة معدل الانسجام بين اللاعبين، سواء في اكتشاف قدرات اللاعبين بشكل أفضل وأوضح وبتقييم كامل من قبل جهاز فني يعتبر جديد حتى هذه اللحظة، لأن هو ما لعبش غير 6 مباريات بس، ما بقالوش غير شهرين مع الفريق، فبالتالي استكشاف قدرات اللاعبين وكل هذه الأمور من خلال معسكر، في تركيز كبير قوي قوي من الجهاز الفني واللاعبين. دي لقطات معانا طبعا من تحرك اللاعبين لملعب التدريب، ملعب شباب أهلي دبي اللي بيتمرن عليه الفريق خلال هذا المعسكر، وده لقطات اليوم. بعض الاخبار الخاصه بالفريق النهارده، احنا عارفين الفريق بيستأنف تدريباته بعد راحه امبارح كان يوم راحه بالنسبه للاعبين، وكان في بعض الجولات الترفيهيه اللي عرضنا جزء منها مع حضراتكم على مدار حلقه امبارح، فبالتالي استئناف التدريب النهارده، وهيبقى في كمان بكره وبعده اخر تدريبين بالنسبه للنادي الاهلي قبل العوده يوم الاربعاء مباشره. يوم الاربعاء الصبح هيبقى في مران، وبعد كده الفريق يتوجه للمطار عشان يرجع باذن الله سالما للقاهره. كمان من ضمن الاخبار عوده الدوليين للقاهره النهارده، وكان التحرك بتاعهم بالتحديد الساعه 8 من مقر الاقامه الخاص بالفريق هناك في دبي للمطار، ومن المطار للقاهره، اعتقد خلاص وصلوا يعني عشان ينضموا للمنتخب الوطني الأول، واللي بيستعد في معسكر مهم جدا لتحدي قادم وهو تصفيات الأمم الأفريقية من خلال مباراتي كينيا وجزر القمر، وفي مباراة ودية قبلها، وطبعا ده بعد التنسيق. يعني هو كان المفروض من الأول ان اللاعبين الدوليين هيكملوا معسكر لغاية يوم الأربعاء، لكن بعد ما تم التنسيق ما بين الجهاز الفني للنادي الأهلي والكابتن حسام البدري والجهاز الفني للمنتخب الوطني، فتم الاستقرار طالما ما فيش مباراة ودية للأهلي هناك في دبي بعد إلغائها، فخلاص اللاعبين الدوليين يعودوا اليوم عشان يكونوا جاهزين للمباراة الودية أمام ليبيريا بإذن الله يوم الخميس مع المنتخب الأول. وأنا عاجبني قوي في الحقيقة موضوع التنسيق ما بين النادي والمنتخب، التنسيق ماشي بشكل جيد جدا في الحقيقه. دي طبعا لقطات عايز اقول لحضراتكم، جمهور النادي الاهلي زي ما احنا متعودين موجود في كل مكان في الدنيا يعني، فالناس مبسوطه قوي بمتابعه الفريق، الجاليه المصريه والاهلاويه هناك بالتحديد واليافطات اللي دايما بتصاحب فريق النادي الاهلي في اي مكان، فهم اكيد واضح عليهم السعاده الكبيره لمشاهده لاعبي النادي الاهلي وفريق النادي، واللي اكيد بيتشوقوا ليه بشكل كبير. حتى احنا كمان مشوقين جدا بصراحه لماتشات النادي الاهلي، لان يعني مفيش ماتشات دلوقتي، فبيوحشنا شويه النادي الاهلي، وخصوصا في ظل المستويات الرائعه اللي كان بيأديها الفريق قبل فتره التوقف، نتائج واداء. فبالتالي طبعا تواجد عدد كبير قوي ما شاء الله ما شاء الله، يعني حوالي ايه اللي انا عرفته يعني من خلال تواصلنا مع زمايلنا هناك 1000 و1000 ونص وبيوصلوا 2000 في بعض الاحيان اللي بيتابعوا تدريبات النادي الاهلي. هتقول لي ده ممكن يكون ده طبعا اعتقد اكاديميه الاهلي في دبي، بعض اللاعبين يعني الصغار اللي كانوا في الصوره اللقطه اللي فاتت دي. هتقول لي طب ما هو ده كده ممكن ما يقديش لتركيز، بالعكس بالعكس، انت لما تلاقي العدد الكبير ده من الجماهير والحضور اللي بيأزروك في التدريبات، في تدريبات بس فين؟ في دبي، فده بيديك دافع اكبر كلاعب وحماس اكتر في التدريبات، فبالعكس ده شيء ايجابي ومميز جدا جدا يعني بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. طيب اتكلمنا على موضوع عوده الدوليين، وخلاص هينضموا بكره للتدريبات بشكل طبيعي مع المنتخب، وهيستمر النادي الاهلي من خلال تدريبين بعد تدريب النهارده بكره وبعده، وعندنا كمان 3 محترفين في النادي الاهلي هيروحوا لبلادهم بعد من مباشره من دبي لبلادهم زي ازارو ومعلول وجيرالدو، مش هيرجعوا القاهره يعني، فالامور ماشيه بشكل كويس جدا. فيما يتعلق بمستر رينيه فايلر، بعد المعسكر هيتجه مباشره ايضا لسويسرا عشان يقضي اجازه 3 ايام، وهي نفس المده اللي هيريح فيها لاعبيه النادي الاهلي، وبعد كده يستأنفوا تدريباتهم في مرحله ثانيه هتكون غايه في الاهميه في اطار الاستعداد للمباريات المختلفه افريقيا ومحليا. بالنسبه لحسين السيد، حسين السيد عنده فحص طبي قبل مران اليوم، المران ابتدى خلاص واعتقد ان هو على وشك النهايه ان لم يكن انتهى يعني، وهنتواصل طبعا مع زمايلنا هناك في دبي عشان نعرف كل الجديد. لكن حسين السيد كان جاله كدمه كده في مران يوم الجمعه، كدمه قويه في الركبه فادت لتورم الركبه بشكل واضح، فبالتالي كان في راحه للمران بتاع يوم السبت،
وفي فحص طبي ليه النهارده قبل المشاركه في التدريبات، وهي الكدمه كانت قويه شويه، لكن ان شاء الله باذن الله يقدر يشارك في التدريبات اليوم. لو ما شاركش النهارده اعتقد بنسبه كبيره جدا هيكون متواجد في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بدايه من غدا باذن الله. ده كل الجديد اللي بيتعلق بالنادي الاهلي في دبي.